السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة بإذن الله هنكمل التشالنجينج لاب بارت 2. تعالوا نشوف كده احنا آخر مرة وقفنا فين. بصوا، احنا المرة اللي فاتت خلصنا anything related to Cisco، يعني انا خلصت configuration السويتشات وكذلك configuration الراوتر اللي عندي، عملت السبيننج تري، عملت الليلانز، عملت الايثر شانل، مره بالباك بنيجوشيشن بروتوكول، مره باللاسب، وعملنا وكذلك عملنا برضو الراوتينج على السكه على الراوتر، بيزك configuration. نبدا بقى النهارده نخش في ايه، مايكروسوفت بقى. بصوا يا جماعه، انا عندي ده سيرفر 1، اوكي. سيرفر 1 ده انا هسطب عليه دومين كنترولر وهسطب عليه دي اتش سي بي سيرفر، كذلك سيرفر 2 هسطب عليه دومين كنترولر وهسطب عليه دي اتش سي بي سيرفر. ايه هو تعريف الدومين كنترولر؟ بصوا يا جماعه، من الاخر كده، عشان بعد ما تعمل الايه النتورك بتاعتك وتوصل الاجهزه، ظهر الحاجه ان انت مثلا لو عندك 10 بي سيز، كل بي سي مثلا بيران ويندوز 7 فور اكزامبل، يعني لو انا عايز اخلق تحكم على الاجهزه دي، وعايز اخلق مثلا اعمل تبادل او اعمل مشاركه في الموارد، يعني ايه بمنتهى البساطه كده، لو بي سي عايز ياخد مثلا عايز يكونكت على بي سي ياخد منه فايل، طب لو ال10 بي سيز دول عايزين يشتركوا في نتورك برينتر، في طبعه يعني طبعه موجوده في الشبكه، الكلام ده كله اقدر انفذه بطريقه من اتنين، اما اني ادخل ال10 بي سي دول في نفس الورك جروب، تمام، ورك جروب، تمام، او اما اني ادخلهم في دومين، اوكي. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الورك جروب كل الاجهزه اللي داخله فيه براس واحده. يعني ايه براس واحده؟ يعني مفيش نتورك، انا اسف، مفيش بي سي اعلى في الصلاحيه من بي سي، مفيش بي سي يقدر يتحكم بالبي سيز الاخرى، تمام. ده بالورك جروب. اما الدومين الامر يختلف. الدومين في تعريف منه الدومين كنترولر والدومين كلاينت. الدومين كنترولر هو ويندوز سيرفر 2012، ده انا اقدر بواسطته اتحكم بالبي سيز او الدومين كلاينتس الموجوده او اليوزرز الموجودين عندي في الشبكه بتاعتي. فده الفكره او الفرق ما بين الورك جروب والدومين. كذلك الدومين كنترولر في بقى تعريف مهم جدا اسمه الاكتف دايركتوري. الاكتف دايركتوري ابلكيشن بواسطته انا بقدر ابلكيشن كده يشبه فعاليه عمله كده، عامل زي المخزن، ان انا بخزن عليه بكريت عليه اكونت يوزرز. فكل بي سي يخش في الدومين يخش باكونت اليوزر اللي انا كريته، وعن طريق الاكونت اليوزر اللي داخل، يعني مثلا الاتش ار ده داخل باكونت يوزر اسمه اتش ار، عن طريق الاكونت او اليوزر اكونت اللي انا كريته للاتش ار يقدر يخش في الدومين، وكذلك عن طريقه انا كادمنستريتور اقدر اتحكم بالصلاحيات اللي واخدها اليوزر اللي داخل في الدومين بتاعي. طيب كلام جميل جدا. فالدومين من الاخر كده يشبه بالبلدي كده زي الحكومه، تمام. انت عايش في مصر فانت تخضع لقوانين الدوله المصريه، تمام. فانت كده كان عندي دومين، فانا هعمل للدومين ده شويه قوانين يلتزم بيها كل بي سي يخش فين، يخش في يخش في الدومين ده. طيب كلام جميل جدا. كذلك بقى اللي احنا يعني تعالوا نبص كده المطلوب مننا. المطلوب بيقول لك ان انا المطلوب بيقول لك configure primary domain controller server 1 the primary DHCP server on server 1. عايزين نعمل domain controller نسطب الدومين على سيرفر 1 والدي اتش بي على سيرفر 1، وكذلك نسطب باك اب على دومين كنترولر على سيرفر 2، باك اب دي اتش بي سيرفر على سيرفر 2. كونفيجر جروب بوليسي، عايزين نعمل بقى جروب بوليسي. ايه هو الجروب بوليسي؟ ده القوانين اللي انا هعملها، الرولز. انا هعمل قوانين بحيث ان اليوزر، اي يوزر ما يقدرش يكونكت على اي ريموفبل ديفايس. يعني ايه ريموفبل ديفايس؟ الريموفبل ديفايسز بلغه الويندوز مايكروسوفت هو الديفايس اللي انت تقدر تحطه وتشيله طول ما الويندوز شغال. يعني
هنعتبر مثلا على سبيل المثال انا عندي اليو اس بي بورتس، السي دي روم، كل ده يعتبر ريموفبل ديفايسز، تمام؟ طيب فانا عايز اليوزر اقفل له الاكسس على السي دي روم، يعني ما يقدرش يخش على السي دي روم وما يقدرش يخش على اي يو اس بي بورت. ف الموضوع ده طبعا بيفيدني في السكيورتي، بسكيورتي كاونتر ميجر بالنسبه لي، لان بمنتهى البساطه الفيروسات اللي يعني بتنزل على البي سيز اما يكون المصدر بتاعها حاجه من ثلاثه، اما سي دي انفكتد وذ فيروس، او فلاش ديسك او يو اس بي فلاش ديسك انفكتد وذ فيروس، او ان الفيروس ينزل من على الانترنت، صح؟ طب انا هقفل اصلا الاكسس بقى للسي دي روم واليو اس بي، فبالتالي اضمن ان اجهزه الموظفين عندي قفلت لها طريقين من ضمن ثلاث طرق ممكن تنزل بيها الفيروسات على الاجهزه بتاعتهم، تمام؟ فاضل بقى الطريقه الثالثه اللي هي الايه، ان انا احاول اعمل سكيورتي ليفل او كونفيجريشن عشان امنع نزول الفيروسات عن طريق الانترنت. ده بقى مش قصتنا في اللاب ده، ده ما شاء الله بقى ما نيجي نشتغل في اللابات بتاعت الراوتينج، التشارجنج لاب بتاع الراوتينج. كونفيجر جروب بوليسي سو ان يوزر كان تشينج هيز ديسكتوب بيكتشر. انا مش عايز اليوزر يقدر يغير الديسكتوب بيكتشر بتاعته، وانا مش عايز اليوزر يخش على الكنترول بانل، تمام؟ طيب كلام جميل، دي شويه حاجات بقى ايه هنعملها النهارده في اللاب ده. تعالوا بقى ايه ننزل على السيرفر بقى اللي انا ايه شغال عليه. طيب اوكي ماشي، ممكن ده الفيم وير، تمام؟ لو انتم ملاحظين انا عندي في ايه في التوبولوجي، تمام؟ بس بحاول ايه اعمل ادجستمنت لي الفيم وير، تمام؟ عظيم. طيب بصوا يا جماعه، انا عندي مثلا هبدا اشتغل على سيرفر 1. سيرفر 1 عندي كونكتد ب في ام نت 1 اند 2، يعني في سيرفر 1 ده في ام نت 1 وسيرفر 2 متصل على في ام نت 2، فبالتالي انا هخش على سيرفر 1 هنا. ممكن نعمل ايه؟ ممكن اوكي طيب سيرفر 1، بس في مشكله بس معايا في الايه في الماوس. كليك يمين عليه سيتنجز والكاستم في ام نت، الفي ام نت دي هغيرها هخليها واحد، لان هو متصل قصادي على ايه، متصل قصادي على في ام نت 2، وكذلك سيرفر 2012 داش 2 اللي هو سيرفر 2 يعني متصل على في ام نت 2، وادوس ادوس اوكي. عظيم جدا، هبدا بسيرفر 2012-1. ادي عندي اهو سيرفر 2012-1. طبعا بقى ايه، انت هتبدا من اول، يعني انا طبعا مفترض ان انت بتعرف تسطب ويندوز سيرفر 2012. هتقول يا باشمهندس وانا اعرف منين؟ اقول لك لو انت بتعرف تسطب ويندوز 8 هتعرف تسطب ويندوز سيرفر 2012، هو نفس الخطوات ونفس الايه الاوبشنز. الباسوردات يا جماعه بتاعت مايكروسوفت، او اي باسورد هتحطه على ويندوز سيرفر لازم يحتوي على ثلاث عناصر: حروف كابيتال، حروف سمول يعني ابر كيس لور كيس سيمبلز، تمام؟ ارقام، وكذلك لا يحتوي على الاسم اليوزر نيم. يعني ما ينفعش مثلا يبقى اليوزر نيم احمد واحط في الباسورد احمد مثلا 9526 مثلا، ما ينفعش، تمام؟ فلازم يكون في ابر كيس لور كيس نمبرز وسيمبلز، تمام؟ طيب وكذلك لازم انه لا يحتوي على الايه اليوزر نيم. طب انا هعمل بقى الايه الباسورد بتاعي، انا عملت الايه الباسورد على ويندوز سيرفر. نبدا بيقول لك هنا كنترول بريس كنترول ار ديليت تو ساين ان. انا طبعا هنا على الفي ام وير هتلاقي فوق هنا ده الكنترول ال ديليت، ادوس عليه، تمام؟ ادي اخش بقى بايه اكونت الادمنستريتور. دلوقتي انا داخل على الاكونت بتاع الادمنستريتور، داخل على ويندوز سيرفر بقى. وده الاكونت الادمنستريتور اللي انا داخل عليه، ده الاكونت الديفولت.
طبعا كده عايز اول ما ايه ما ويندوز سيرفر كده. لا مش عايز سيتنجز، عايز اسطب الفيم وير تولز، انستول فيم وير تولز، انستول تمام، واخش هنا. طبعا انا الكادر مش موضح برضو هنا. طيب اخش انزل كده، اخش على الايه بريس الفولدر ده وانزل على ماي كمبيوتر، على الكمبيوتر، وادوس على كليكتين على السي دي روم هنا. طبعا ده فيرتشوال سي دي روم جوه الفي ام بتاعتي. ابدا اسطب الاي الفي ام وير تولز، طبعا بقى ايه انا عقبال ما ايه ما الفي ام وير تولز يتسطب معايا، نجيب اوبن نتورك كان اوبن، نجيب اوبن نتورك كان شيرنج سنتر، و ادوس كده ايه كليك يمين على ايثرنت زيرو، وابدا يعني انا بقول لك ايه اول ما السيرفر ينزل قصادك كده تمام. اعمل بقى ايه اسطى دلوقتي، هحدد كارت الاي بي، الاي بي بتاع كارت الشبكه بتاع السيرفر اللي هو عندي 192.168.0.2 اوكي، وده سلاش 48 يعني 255 255 240، بعدين 240 ماشي، بعدين 192.168.0.1، والبريفير دي ان اس ممكن اعمله هنا 4 8، والباك اب او الالترنت دي ان اس اعمله 4 3 2. طيب هنا في ملحوظه، ايه اللي ظهر قصادي ده؟ ايه اللي ظهر قصادي ده؟ السيرفر مانجر. السيرفر مانجر ده البلوجن او الابلكيشن اللي عن طريقه انت بتدير السيرفر بتاعك، يعني كل الرولز كل الفيتشرز الموجوده على السيرفر بتاعك انت بتتعامل معاها وبتعمل لها الكونفيجريشن بتاعتها ثرو سيرفر مانجر. تمام، ثرو سيرفر مانجر، كلام جميل. دلوقتي ايه نكمل كده في الفيم وير تولز. عظيم ماشي. تعالوا نخش كده ايه، انا دلوقتي مفترض كده اديت الكارت الشبكه بتاعه اهو، اديته اي بي والدنيا. بس لا ثواني، ما ينفعش هنا بقى 02 ثواني، يعني 02 ماشي، انا الاي بي بتاع السيرفر خليه 02 هنا، بس انا عندي كده اشكاليه. لو انا كده دخلت على اليكس كور، اليكس كور شو ال 02 ده اصلا واخده اليكس كور على انترفيس بي لان 1، فانا بالتالي هخش بقى ايه اغير الاي بي بتاع اليكس كور، اي بي لا انترفيس بي لان 1 اي بي اد 192.168.0.4، لان برضه في 0.3 هياخدوا ايه سيرفر 2 نو شوت تمام. وبعدين هخش على اليكس كور اليكس اكسس 1 انترفيس بي لان 1 اي بي ادرس 192.168.0.2، لا من هنا دوت 4.455.42، وبعدين هنا ماشي اوكي. اكسس لا اكسس ايه كونف تي انترفيس في لان 1 اي بي اد 192.168.0.6255.42. عظيم. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بي سكيور فيوليشن ايرور اون 1 فاست ايثرنت 1 0 فاست ايثرنت 1 0 اللي وصل بسيرفر 1 في فيوليشن حصل ده بسبب ايه بقى؟ تعالوا كده نبص. شو بورت سكيور، لا شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت 0 1 0. هو دلوقتي اتقفل شوت داون ماشي، ايه سبب مين اللي عمل الفيوليشن؟ الجهاز اللي اخره في الماك ادرس بي 846 اللي هو السيرفر. طب هو ليه بقى؟ انا جيت عملت شو ران البورت سكيور، انا ما حددتش الماكسيموم، ما حددتش الماكسيموم هنا. طيب كلام جميل اوكي. ان انا ما حددتش هنا يا جماعه الامر بتاع الماكسيموم، اعتقد يعني حسب ما ظاهر قصادي. عشان انا ما حددتش الماكسيمم، فباي ديفولت خد الماكسيمم ب 1 تمام. فانا لا هحدد الماكسيمم على البورت انترفيس 1 ل 0
ماكسيموم بورت سويتش بورت بورت سكيورتي ماكس 2 وشو ران انترفيس ايثرنت 1/0 اها عظيم جدا. طيب بعدين انترفيس ايثرنت 1 ماشي انا نفس على نفس الانترفيس شوت نو شوت اها اها عظيم. طيب دلوقتي تعالى من السيرفر هنا اجرب اعمل ايه، اعمل بينج سي ام دي، اعمل بينج على الراوتر مثلا دوت 1 ها ها اهو بصوا اخر باكت اهو طبعا عشان عقبال ما البورت بقى ايه ام اهو بينج اهو. طيب كلام جميل، لو انا جيت عملت بينج على تا 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 دوت مثلا 4 اللي هو اليكس كور اهو بيبنج عليه الاليكس كور سويتش تمام 5 شوف كده ايه النظام بيبنج عظيم عظيم عظيم. طيب حلو قوي 4 5 و6 ده اليكس اكسس 2 اللي وصل عليه اوريدي اصلا دايركت السيرفر عظيم. طيب دلوقتي بقى ايه البيمارتوس خلص اوكي هو عايز يعمل ريستارت ها مش هعمل انا هعمل ريستارت اوريدي بس قبل ما اعمل ريستارت انا عايز اروح كليك يمين على الماي كمبيوتر واغير الكمبيوتر نيم هنا اوكي دي حاجه بقى ايه وانت بتعمل بتسطب السيرفر بتاعك لازم انا عايز اغيره هنا اخليه سيرفر 2012-1 ده الاسم اللي هينزل بيه الايه السيرفر جوه الدومين بقى تمام فانا عايز ايه هغيره من الديفولت بتاع وين مايكروسوفت اللي هو وين 81 اللي هو 8.1 انا اسف ان وين 81 بي 2 اتش والكلام ده كله لا انا عايز اغير الكلام ده اها برضو ريستارت دلوقتي ريستارت ناو تعالوا نعمل هنا ريستارت قبل ما يعمل ريستارت هنا احضر ويندوز ويندوز سيرفر 2012 او السيرفر او السيرفر الثاني بقى هنا برضو هعمل نفس الباسورد احضره كده عقبال ما الراجل الثاني ده يعمل ايه يعمل ريستارت كل اللي عملته ان انا سطبت الفي ام وير تولز كل اللي عملته ان انا غيرت حددت الاي بي بتاع السيرفر وغيرت الكمبيوتر نيم بتاع السيرفر فناش ده على سيرفر 1 هعمل نفس القصه على ايه سيرفر 2 عظيم تعالوا بقى ندوس ها Alt Control Delete 1 2 3 اوكي عظيم دلوقتي اهو بيفتح ويندوز سيرفر اللي هو بقى ده سيرفر 2 اها ده نفس الكلام برضو اعمل ايه انستول في ام ار تولز بيقول لك كليك انستول تو كونكت ذا في ام ار تولز انستولر سي دي تو ذا فيرتشوال ماشين تمام كليك انستول تو كونكت ذا في ام ار تولز انستولر سي دي تو فيرتشوال ماشين طب اوكي تمام اهو انا هحطه على الايه السي دي روم عقبال بقى ايه ما انا مفترض دوست على الايه دوست على الفولدر اللي تحت هو بيفتح لي بقى الايه بيفتح لي الهاردوير براوزر طب انا فتحته اوريدي بس ايه هيقعد شويه عقبال ما ايه سيرفر مانجر ده ايه يقوم طيب اخش دلوقتي اروح على سيرفر 1 كده عقبال ما سيرفر 2 يقوم بحاول كده ايه ابدل ما بين السيرفرين الراجل ده بقى ايه اخش عليه 1 2 3 ات هات محمد اها عظيم طيب حلو خش هنا على كمبيوتر واسطب ال في ام وير تولز
اها عظيم. استنى بس اما ايه نسطب الـ VMware Tools ونحدد الـ IP ونغير نعمل change للكمبيوتر نيم لسيرفر 2، بعد كده نرجع بقى ايه نشتغل ونسطب الدومين كنترول على سيرفر 1، وبعدين نعمل نفس الكلام على سيرفر 2. فاذكر برضو ان فايدة سيرفر 2 يا جماعة هو اشتغل كباك اب، اشتغل كباك اب لسيرفر 1. دلوقتي بقى ايه الفي ام وير تولز اهو تمام، ندي النكستات بتاعتنا وعقبال بقى ايه ما يسطب اكون سطبت كارت الشبكة بتاعي. السيرفرات عندي الفي مات فيها مشكلة في بطء غريب. ده عشان ده 2 جيجا والتاني انا مديله 4. طيب مش قصة، change adapter setting. properties Internet Protocol version 4. اها نديله بقى هنا الاي بي بتاعه 192. ماشي نشغل الناملوك 192.168.0.3 255 240 و192.168.0.1. وبعدين البريفيرد دي ان اس انا هظبطه على البرايمري اللي هو 02، والالترنت اخليه مثلا 48. ليه الكلام ده؟ بصوا يا شباب، اي جهاز هيخش في الدومين لازم تخلي البريفيرد دي ان اس، البريفيرد دي ان اس في البي سي اليوزر العادي او اي، يعني مش اليوزر العادي، اي جهاز اظبط البريفيرد دي ان اس بتاعه على الاي بي بتاع ايه، على الاي بي. شاشه اسودت فجاه ليه؟ ده عشان الفي ام وير تولز. طيب اظبط الاي بي بتاع دي ان اس سيرفر البرايمري، اظبطه مش على بتاع جوجل بقى، لا ده انا اظبطه على الاي بي البرايمري دي ان اس سيرفر بتاعي. هو مين اي بي البرايمري دي ان اس سيرفر بتاعي؟ اللي هو سيرفر 1، صح ولا لا؟ فبالتالي الكلام ده ليه بيحصل؟ لان بمنتهى البساطه ما انت تخش على الدومين انت هتكتب اليوزر نيم بتاعك مثلا ات مثلا ديباجز داش اي جي دوت كوم وهتدوس انتر، وعايز يطلب منك بقى ايه؟ يعني انت بتدخل اليوزر نيم بتاعك، الكريدنشال بتدخله اليوزر نيم ات ديبجز داش اي جي دوت كوم. ده اي بي سي يخش على الدومين كده، اللي هو من ضمنهم ومن ضمنهم السيرفر الباك اب. تمام، طب كلام جميل. طيب هو هيريزولف ديبجز داش اي جي دوت كوم ده ازاي؟ هو مين ديبجز داش اي جي دوت كوم؟ ده اللي هو سيرفر 1، ده المفترض الدومين نيم ده يريزولف، يتعمل ريزولف الى اي بي سيرفر 1. فطب هو اكيد مش هيروح يسال الجوجل بقى، ما هو هيسال، ما هو يعمل الريزولف ده عن طريق دي ان اس، مش هيروح يسال جوجل، هيروح يسال سيرفر 1 ذات نفسه. تمام، فبالتالي اي بي سي عادي يوزر او اي جهاز هيخش على الدومين البريفيرد دي ان اس ده اللي هو الاي بي برايمري بتاع الدي ان اس بتاع الدومين كنترولر اللي عندك، والا لو انت ما عملتوش كده مش هتعرف تخش على الدومين، لان لازم يروح يسال الاي بي ده يقول له هو ديباجز اي جي دوت كوم ده الاي بي بتاعه كام. اما لو انت جيت عملته على الجوجل مش هيعمل له ريزولف. تمام كده، لان اللي يعرف يعمل ريزولف للدومين نيم ده، لان ده دومين نيم برايفت بتاعك بالنسبه لك مش بابليك، اللي يعرف يعمله هو البرايفت دومين كنترولر مش البابليك دي ان اس بتاع الايه الجوجل. طب الباك اب انا ليه، الباك اب دخلته او حطيت البريفير دي ان اس بتاعه هنا 0.2؟ هو ده جهاز عادي؟ ده اصلا برضه يعتبر كدومين كنترولر. اقول لك لا، اصل السيرفر ده اما اجي ادخله، اما اجي يعني عشان اسطبه كدومين كنترولر كباك اب، انا هدخله في الدومين اللي انا عامله،
هدخله في الدومين اللي انا عامله. يعني انا الفرق ما بين سيرفر 1 سيرفر 1 انا هعمل عليه الدومين، اما سيرفر 2 انا هدخله في الدومين بتاع سيرفر 1 وبعدين اخليه باك اب. طب انا عشان ادخله في الدومين برضو احتاج نفس القصه ان انا اريزولف الديباجز داش ايجي دوت كوم، لان انا ما اخش في الدومين اما دخل الجهاز ده سيرفر 2 ده في الدومين هكتب اليوزر ات ديباجز داش ايجي دوت كوم، فهو لازم برضو يعمل ريزولف، فيعمل ريزولف عن طريق مين؟ 0.2 اللي هو مين؟ اللي هو السيرفر ده. طيب في ناس ممكن تسالني تقول لي يا باشمهندس طيب اشمعنى انت في الاي بي كونفيجريشن هنا بتاع السيرفر رحت حطيت الباك اب البرايمري دي نس 4 8ات والباك اب 4 3 2ات، انت ليه ما حطيتش هنا ها ها؟ انت دلوقتي هتسال السؤال، انا عارف انت هتقول لي انت ليه ما حطيتش 0.2. اقول لكم يا جماعه، هو انا ينفع السيرفر ده احط في البرايمري 192.168.0.2 اللي هو ذاته تمام كده؟ هو اصلا لما اجي اسطب الدومين كنترولر او الاكتيف دايركتوري بقى دومين دومين سيرفيسز والكلام ده، السيرفر ده اوريدي ده عليه دي ان اس تمام، بيتسطب معاه دي ان اس سيرفر رول بتاعت مايكروسوفت تمام. فهو يعني مش ما هو هو قبل ما يروح يسال جوجل اصلا هو مش هيضطر يروح يسال جوجل يقول لها هي ديباجز داش ايجي دوت كوم الاي بي بتاعها كام، لان هو ذات نفسه هو مش هيحتاج يعمل ريزولف اصلا، هو عارف ان الدومين نيم ده هو ذاته هو السيرفر ده. طيب كلام جميل، ارجع ليه سيرفر 2 دلوقتي انا حددت كده الاي بي هات والدنيا تمام التمام. وبعدين تعال نروح على ماي كمبيوتر بقى ايه البروبرتيز، لا 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 مش تكتب بروبرتيز، نروح على ماي كمبيوتر هنا كليك يمين بروبرتيز و تشينج سيتنجز، عايز اغير بقى الاسم هنا تشينج سيرفر 2012-2 دوس انتر. اها دوس ريستارت ناو. ممكن بقى ايه استنى لحظه معينه قبل بقى يعني وهو بيعمل ريستارت استنى ايه لحظه كده معينه، انا عايز اقفله الصراحه، عايز اعمله باور اوف عشان اعلي الرامه بتاعته شويه والبروسيسور بتاعه. يعني انا كده كده اصلا شغال على سيرفر 64 جيجا رام، فالدنيا مش هتأزم معايا اعمل بقى. ها تمام فيلو بقى كده تمام، اعلي بقى الرام بتاعته والبروسيسور كورس، خلي هنا 4096 4096 4096 والكور او البروسيسور اهو النمبر اوف كورس اخليه بدل واحد اخليه 2 واشغل دلوقتي بقى ايه هيفرق دلوقتي في السرعه بتاعته معايا شويه. طيب كلام جميل، انا دلوقتي يعتبر ظبطت ايه يعني فيما يوازي سيسكو كده البيزك كونفيجريشن تمام. تعالوا بقى نبدا نسطب الرولز بتاعتنا. انا هفتح مانج في السيرفر مانجر، عشان افتح السيرفر مانجر يا جماعه افتحه منين؟ هو المفترض اول ما تفتح الويندوز سيرفر بيتفتح معاك اوتوماتيك، هتدوس على الايكون دي يفتح لك الايه السيرفر مانجر تمام. طيب انا هفتح السيرفر مانجر هكتب اد رولز اند فيتشرز، هكتب هنا ايه اد رولز اند فيتشرز. طيب دوس هنا اد رولز اند فيتشرز تمام. ده الويزرد بتاعتي اللي انا هسطب عليها الرول بتاعتي. انا محتاج ايه؟ هروح كده نيكست، هتسطب يعني انت هتسطب الرولز اللي انت هتعملها، هل هتسطبها على السيرفر اللي انت اللي انت يعني السيرفر اللي هو ايه قصادك تمام، رول بيز اور فيتشر بيز انستاليشن سيرفر اللي انت اوريدي عليه، ولا انت هتعمل ده على في ام اي الفي اتش دي او فيرتشوال هارد ديسك تمام. ان انا ممكن اصلا يكون عندي في ام اي الويندوز سيرفر، الفي ام اي دي انا مش مشغلها اصلا، يعني انا مش عامل لها ايه اكتيفيشن ومش شغال عليها زي دي، وممكن وهي مقفوله اضيف الرولز واشيل في الرولز والكلام ده كله. لا انا هعمله على الويندوز سيرفر اللي انا شغال عليه دلوقتي اللي هو اسمه تمام اهو سيرفر داش 2012-1 الاي بي ادرس بتاعه هو 192.168.0.2 ادوس هنا نيكست. طيب انا عايز اسطب ايه الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز اها، ودي البلجنز بقى بايه بتاعه الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز تمام، ومنها طبعا ايه يسطب الجروب بوليسي مانجمنت ده اللي احنا عن طريقه بقى ايه هنظبط البوليسيز بتاعتنا، وهسطب برده دي اتش اس بي سيرفر الرول بتاعه الدي اتش اس بي سيرفر تمام. الدي ان اس انا مش هعمل سيلكت عليها، هيبقى ديفولت اصلا، هيتعمل لها ايه هيتعمل لها انستول بس بعد ما انا يعني انا عملت الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز هيسطب اوريدي اصلا كده كده دي ان اس باي ديفولت ماشي. ندوس كده نيكست تمام نيكست اها
وبيقول لك اتشيك على الريستارت ديستنيشن سيرفر اوتوماتيكلي اف ريكوايرد، اوتوماتيكلي بقى من غير ما يسالني تمام، واستنى بقى لحد ما يسطب. دلوقتي اهو ال دومين كنترولر او الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز اتسطب. كونفيجريشن ريكوايرد فور اكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز، لو انا رحت كده النوتيفيكيشن هنا بيقول لك بروموت ذيس سيرفر تو دومين كنترولر. طيب نبدا نسطب نرقي السيرفر ده ان هو يكون دومين كنترولر. طيب سيلكت ذا ديبلويمنت اوبريشن، انا هدوس اد نيو فورست، ان انا هعمل ايه الفورست دي، ان انا هبدا احط المذر دومين تمام .com. اما ممكن اضيف دومين كنترولر دو ان اكزيستنج دومين، وده اللي هيحصل مع سيرفر 2. او ممكن اعمل سب دومين اد نيو دومين تو ان اكزيستنج فورست، يعني ده يعتبر فورست. لو انا ممكن اعمل سب دومين مثلا اسميه it.debugs-eg.com، ده يعتبر ايه سب دومين، او اد نيو دومين تو ان اكزيستنج فورست. لكن انا هسطب نيو فورست او نيو دومين في البدايه تمام، يعني اجيب اد نيو فورست. ايه اللي بقى بعد كده، دوسنا كده نيكست. select functional level of the new forest true domain. ال forest functional level وال domain functional level. بصوا يا جماعه ده دول المسؤولين، لو انا جيت مثلا عملتهم على سيرفر ويندوز سيرفر 2008، فبالتالي انا ممكن اكوبي الملفات الكونفيجريشن بتاعت الدومين دي واعمل لها كوبي على 2008، يعني تصبح هذه ملفات تسطيب الدومين كنترولر تقبل ان هي تشتغل على 2012 اهو، وكذلك على 2008 لو انا جيت مثلا عملته على 2008 تمام. اما لو على 2012 فملفات الكونفيجريشن بتاعت الدومين، يعني انا ممكن يصادف ان انا مثلا عندي ويندوز سيرفر 2008 انا محتاج اسطب عليه دومين كنترول، يعني اسطب عليه دومين واخليه كدومين كنترولر. انا ممكن اسحب ملفات الكونفيجريشن بتاعت الدومين الاكتيف دايركتوري دومينز دومين سيرفيسز، انا ممكن اسحبها من ويندوز سيرفر 2012 واحطها في 2008، ولكن القصه في ويندوز سيرفر 2008، ولكن القصه ان في الحاله دي كده مش هتشتغل معايا. ليه؟ لانها تبقى not compatible. اما لو انا عملت هنا 2008 فورست، هنا 2008 وهنا 2008، اقدر اعمل القصة دي تمام. طيب دلوقتي عايزين نكتب باسورد بتاع الريستور مود الباسورد بنفس البوليسي اللي انا حكيت لكم عنها. بس next net pious name نت بايس نيم، ده الاسم اللي اقدر او الاسم المختصر بقى اللي اقدر اخش بيه كيوزر مثلا، او كاتب مثلا ايه debugs-eg backslash احمد مثلا تمام، فده النت بايس بدل ما اكتب مثلا احمد debugs-eg.com. طيب بدوس كده نكست. ده بقى الايه اللوكيشن يا جماعه بتاعت الايه البايلوت او الملفات الكونفيجريشن بقى بتاعه اللي ممكن اغير طبعا اللوكيشن من هنا. طيب انا بقى ايه، انا مش هغير اللوكيشن من هنا، انا مش هغيره. دي الفايل بتاعه الكونفيجريشن اهو بتاعه الدومين اللي انا بعمله اهو. وبعدين دوس نكست دلوقتي بيعمل ايه، تشيك على البريكويزيتس. ادينا مستنيين اهو، دلوقتي بيعمل تشيك على الريكاب ريكويزيتس وبعدين هيبدا يعمل ايه، ما يتخش في مرحله الايه الانستوليشن. all prerequisite checks passed successfully. Click install to begin an installation. دلوقتي انا هبدا الايه الانستوليشن بتاعي
عظيم. طيب نعمل بقى ايه يعني، انا هعمل بوز عقبال ما يخلص ال ايه التصطيب هنا. اهلا بيكم مرة تانية دلوقتي. السيرفر خلص اهو. 1 2 3 طبعا انا كده خلصت الدومين، دومين انستوليشن على ويندوز سيرفر 2012 اللي هو سيرفر 1. طبعا بقى هعمل نفس القصة بس باسلوب يعني ايه مش مطابق بنسبة 2%، بس هو نفس الايه الخطوات. بس انا بقى ايه عايز اعلمكم برضو حاجة في ويندوز سيرفر 2012 اما اجي اشتغل عليه، انا اسف اللي هو سيرفر 2 اما اجي اشتغل عليه، بس بعد ما اخلص بس كل حاجة كده ايه على سيرفر 1 عشان ما نشتتش نفسنا. دلوقتي بقى سيرفر مانجر بيبدأ ايه يرفرش الداتابيس بتاعته الرولز. بل بقى ما يعمل القصة دي هجيب تولز افتح اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. دلوقتي انا هكريت اكونتات اليوزرز، اليوزر بتاع الاتش ار او الاي بي او الاي تي او السيلز او البي ار يخش بيه. هياخد بقى فترة شوية عقبال ما ايه ما سيرفر مانجر اهو، السيرفر مانجر اهو. حتى بصوا يا جماعة الدي ان اس برضو، دي ان اس اهو تسطب تمام. فاضل طبعا كونفيجريشن الدي اتش اس بي، بس انا مش هعمله دلوقتي. اكريت الاكونتس الاول على الاكتف دايركتوري. ايه فايده الاكونتس دي؟ الاكونتس اللي هيخش بيها اي يوزر على الدومين اكتف دايركتوري يوزرز كمبيوترز. المفترض دوست عليه هو نزل لي اصلا تحت اهو تمام. ده الدومين بتاعي، افتح الارو هنا تمام، او تعالوا مثلا ممكن نشتغل من جوه هنا. ده الديفولت يوزرز الموجودين هنا تمام، اللي هو الادمنستريتور. ايه السكيورتي جروب؟ ايه هو السكيورتي جروب؟ بصوا يا جماعه السكيورتي جروب هو عباره عن كونتينر زي كونتينر كده بحط فيه اليوزرز، بحيث انا لما اجي ادي بوليسي، اما اجي ادي او اعمل مثلا فاير شير بوليسي الكلام ده كله، بدي صلاحيات للجروب ذات نفسه تمام. يعني انا عايز مثلا ادي صلاحيه ليوزر معين، انا عايز ادي صلاحيه ليوزر معين، اما ان اديله عن طريق السكيورتي جروب تمام. يعني السكيورتي جروب هنا بيلم اليوزرز في كونتينر، واما اجي اعمل بوليسي يعني مجموعه قوانين تسري على السكيورتي جروب بتسري على اليوزرز اللي جوه السكيورتي جروب. يعني مثلا انا عندي مثلا ايه، عملت يوزر اسمه مثلا احمد، ده هيبقى اكونت يوزر عادي جدا. لو عايز اخليه ياخد صلاحيه الادمنستريتور، لو عايز اخليه ياخد صلاحيه الايه الادمنستريتور، او مدخله في السكيورتي جروب، او مدخله في السكيورتي جروب بتاعه الايه الادمنستريتور تمام. ان انا مثلا او ممكن ايه ادخله في السكيورتي جروب بتاعه الايه الدومين كنترولر اها تمام. القصه دي هنبدا ايه نشوفها مع بعض دلوقتي، بس تعالوا كده ايه نطلع هنا. هعمل كليك يمين يو او يو اورجانيزيشنال يونت اها، ده بيمثل زي فولدر كده بحط، اقدر احط جواه سكيورتي جروب، او اقدر احط جواه يوزر اكونت، او ممكن احط جواه او يو جواه. انا هعمل او يو هسميها ديبجز. اوكي ديبجز ديبارتمنتس تمام، حلو قوي. وبعدين جوه ديبجز ديبارتمنتس هعمل اجيب نيو اورجانيزيشنال يونت اي تي ديبارتمنت، اورجانيزيشن يونت الاي تي تمام. وهعمل هنا برضو كليك يمين كده نيو اورجانيزيشنال يونت اسميه سيلز ديبارتمنت اها. وهعمل برضو قسم للاتش ار وقسم قسم البي ار وقسم الاتش ار تمام، جريزيشن يونت بي ار
ديبارتمنت بي ار لو بابليك ريليشن علاقات عامه يعني تمام. و نيو هنا اورجانيزيشنال يونا اتش ار ديبارتمنت. عظيم جدا. طبعا بروتكت الكونتينر فروم اكسيدنتال ديليشن ده بمنتهى البساطه يعني انا لو انا دوست على الاورجانيزيشن اليونت ده وجيت عملت له ديليت اها تمام هيقول لي you don't have the sufficient privileges to delete PR department or this object is protected from accidental deletion تمام. فعشان كده انا لما باجي بعمل يعني انا دلوقتي مثلا لو عايز تقريبا هي كانت بتيجي من منين لو انا مثلا عايز ايه الغي الاو يو دي دلوقتي بقى هعمل ايه تقريبا في الـ ممكن تكون في الاكشن ولا عايز اعدل الجزئيه بتاعت الاكسيدنتال ديليشن دي لا طبعا ايه الواحد بما انه مش خايف بقى على ايه مايكروسوفت سيرفر طبعا اي ادمنستريتور بيتفرج على الفيديو دلوقتي المفترض يكون ايه عارف ال المفترض يعني انا بس عايز الغي عايز افعل خاصيه الايه الديليت وير ذات يا راحت فين لا مش ده او شت لا 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 مش ده مش بيو هنا advanced features لا هنا نفترض هنا في action change domain لا delegate control raise functional level operations masters لا نيو تقريبا في الادفانسد في الادفانسد فيتشرز المفترض انا جيت دخلت هنا اي تي مثلا اهو في الادفانسد فيتشرز اهو تمام تمام بروتكت اوبجكت فروم اكسيدنشال ديليشن ادوس كده ابلاي اوكي ممكن بقى ايه لو انا جيت عملت كده ديليت اها اتلغى اهو تمام فانا هرجع بقى الايه الاو يو تاني نيو اورجانيزيشنال يونت اي تي ديبارتمنت بس الافضل ان انت تسيبها اما لو عايز بقى تشيلها هتعمل زي ما انا ايه قلت لك كده تروح على ادفانسد فيتشر تكليك عليها وبعدين كليك يمين على الاو يو بتاعتك بروبرتيز وهت اوبجكت بروتكتد اوبجكت فروم اكسيدنتال ديليشن هتعمل ان تشيك عليها. طيب كلام جميل اروح على اكريت بقى اكونت يوزر لكل ايه لكل ديبارتمنت تمام انا مثلا هعمل كليك يمين يوزر انا دايس على الايه الاي تي وهرمي اليوزر ده جوه الاي تي هسميه هنا اي تي اللوجو نيم اي تي تمام طب تمام الفيرست نيم ده اللي هيظهر بيه الاي تي عندي في الاكتف دايركتوري او اليوزر ده عندي في الاكتف دايركتوري الباسورد ده عندي user must change password next login لا مش هنعملها user can't change password never expires المفترض الباسورد اللي انت بتحطها على اليوزر اكاونت بتبقى expired تقريبا بعد اما
20 او 30 او 40 يوم انا مش متذكر بالظبط. تمام، الناس بقى بتوع مايكروسوفت كده ايه يقولوا رايهم. طيب وبعدين انا ممكن بقى اعمل ديسيبل للاكونت ده. افرض ان انت مثلا جاي لك 10 موظفين على اول الشهر، تمام، فانت هتعمل لكل واحد منهم مثلا يوزر اكونت، وبعدين هتعمل تعمل الاكونت ده ديسيبل لحد ما هم يجوا، وبعد كده تعمل ايه كل واحد يشتغل على الجهاز بتاعه وتبدا ايه تينيبل الاكونتس بتاعتهم. فانا كده خلصت. ها تمام، هكريت بقى يوزر كمان في كل ديبارتمنت من الديبارتمنتس الباقيه. هنا سيلز، اها سيلز، اها باسورد، اها تمام، يعني كده نكست فينش. بعدين نروح البي ار، كرييت برضو واحد كده البي ار، اها يوزر بي ار بي ار، بعدين نكست الباسورد، تمام اها بعدين اها فينش تمام. هروح برضو الاتش ار اكرييت برضو يوزر جواه اتش ار اتش ار نكست 1 2 3 at 1 2 3 at اها 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 لا مش عايز الاكونت ديسيبل دي انيبلد، تمام لا ديسيبل نكست فينش. تمام انا كده كريت يوزر في كل في كل او يو. اشيل بس الادفانس فيتشرز دي عشان تروق الدنيا معايا. ادي ديباجز ديبارتمنتس اهي، جوه كل ديبارتمنت في اورجانيزيشنال يونت، كريت جوه اورجانيزيشنال يونت الايه ال يوزر. تمام خلي بالكم ان انا عندي هنا في الفي ام وير عندي جهاز الاي تي اهو، السيلز البي ار اتش ار، مفترض هفتح كل جهاز منهم، وانا مظبط الفي ام الفي ام نت بتاعته على في ام نت اللي واصل بيها. يعني انا عندي مثلا الاي تي، الاي تي هنا واصل على في ام نت 3 بالسويتش اللي هو كايرو اكسس 1، فبالتالي انا الاي تي موصله على في ام نت 3 وهكذا مع السيلز والبي ار والاتش ار. طيب انا يعتبر خلصت الجزئيه بتاعه الاكتيف دايركتوري. طيب تعالوا نعمل دي اتش سي، نعمل دي اتش سي بي، سطب الدي اتش سي بي، اها ندي الاوثرايزيشن للادمنستريتور اللي هو يشتغل انستول ويكونفيجر وادمنستريت الدي اتش سي بي سيرفر عندي. اها وانا مش مفترض عملته ولا ايه؟ ماشي تمام ستاتس دان authorizing authorized by ADDS it can't respond to DHCP request. طيب تعالوا كده نروح على الايه التولز DHCP server، سطب الايه DHCP بول، نروح على سيرفر 2012-1.debugs.com. تمام IPv4 كليك يمين على IPv4 نيو سكوب. انا دلوقتي نيو سكوب بتوازي في سيسكو اللي هي البول، انا هعمل بول لـ IT department. اها نكست الستارت، هبدا اوزع من اول 192.0.10، او ممكن اعمل ايه، انا ممكن اقول له وزع لي من اول 0.1 لحد 172.16.0.62. تمام لان المفترض ده سلاش 26، يعني كل سيجمنت بتاخد من 0 لحد 64، والزيرو ال 64 ما ينفعوش معايا، من اول 0 لحد 63، والزيرو ال 63 ما ينفعوش معايا، زيرو نتورك اي بي وال 63 برودكاست. انا هنا هقول له وزع من اول 1 لحد 62، بس انا عايز اعمل اكسكلوجن. تمام خلي بالكم كده هحدد اللينس بتاعتي هنا سلاش 26، او اما نكتب السبنت ماسك هنا من تحت دوس انتر. الاكسكلود ايه بقى؟ الاكسكلود من الرينج بتاعك، انت قلت انت قلت له وزع من 1 ل 62، تمام؟ طب انا عايز اعمل اكسكلود، انا عايزك تعمل لي اكسكلود ل 0.1 لحد 172.0.10، اوكي؟ وبعدين هدوس اد. حلو، طيب الليست ديوريشن خليه زي ما هو هنا، تمام؟
ماشي. do you want to configure DHCP options؟ ال DHCP options بقى اللي انا احدد ال IP مثلا default gateway هنا عندي 172.16.0.1 اها ده IP الراوتر. اه بيقول لي to add an IP address for a router used by clients. تمام اوه شت تمام. you can specify the parent domain ده الدومين بتاعي. طيب ال DNS server اللي هي assign بي DHCP server على DHCP client هيكون كام؟ 192.168.0.2 وكذلك 192.168.0.3.0. في ايه؟ 192.168.0.3.3 add validating FTNS server service running بيتشيك على بورت 53 يو دي بي الخاص بالدي ان اس على اللي هو 0.3 لكن المفترض هيجي يقول لي اللي هو unavailable اها is not valid is not a valid DNS address لان انا لسه ما سططتش الدومين سيرفيس على ولا دي ان اس على سيرفر 2. تمام طيب دوس كده next entering server IP address here enables ده ال ايه الاي بي بتاع الوينز سيرفر الوينز سيرفر 02 اها و 03 ايه هو الوينز سيرفر دلوقتي يا شباب جهاز الاي تي اما يجي يخش اما يجي مثلا يلوجن على الايه الدومين اوكي هو ليه كمبيوتر نيم صح هنفترض الكمبيوتر نيم بتاعه اي تي حلو اما يجي يلوجن اما اديش سي بي يعرفه ان اي بي الوينز تمام سيرفر 192.168.0.2 فده معناه ان الاي تي هيروح للاي بي ده ويقول له يا اي بي يا سيرفر الجهاز اللي اسمه اي تي الاي بي بتاعه كذا الجهاز اللي اسمه اي تي الاي بي بتاعه كذا تاني ايه فايده الوين سيرفر الوين سيرفر هو السيرفر اللي بيروح له البي سي وانس ان هو يلوجن على الدومين يقول له يا وينز الجهاز اللي الكمبيوتر بتاعي الكمبيوتر نيم بتاعي اللي هو اي تي الاي بي بتاعه كذا طب فبالتالي يبدا يبني الويندوز سيرفر عندك يبدا يبني ما يشبه بالدي ان اس تيبل كده ان انت اصبح ان انت مثلا سيلز عايز يروح للاي تي بدل ما يكتب الاي بي بتاعه ممكن يكتب الكمبيوتر نيم بتاعه اللي هو مثلا اي تي تمام ده فايده الايه الويندوز سيرفر عندي هنا طيب انا هاكتيفيت السكوب عظيم عظيم جدا فنش حلو دلوقتي السكوب اهي نزلت اوكي ماشي هو جايب لي هنا علامه تعجب هنا ولا ايه دي تمام هنا في مشكله طيب تقريبا برضه عشان الاوثرايزيشن تمام تمام ماشي احنا بعد ما نخلص البولز نبدا او السكوبس نبص على موضوع الاوثرايزيشن ده نعمله ازاي عظيم تمام طيب نيو سكوب اعمل واحد بقى للسيلز سيلز ديبارتمنت حلو طيب 172.0.16.0.كام المفترض ده من اول 65 لحد 126 ده الافيلابل 26 سبنت ماسك الاكسكلود من اول 0.65 لحد 0.74 وادوس ما توزعش في الرينج ده يعني اها بعدين نكست اها البير راوتر 0.65 اد اها وبعدين اضيف بقى هنا اي بي الدومين نيم سيرفيس 0.3 تمام والوينز عندي 02 اد و 03 اد ونكست نها اها عظيم طيب اوكي ايه المشكله هنا طيب ماشي هنا
طيب كليك يمين تاني نيو سكوب نيكست بي ار ديبارتمنت ديبارتمنت اها 172.16.0.129 172.16.0. المفترض 128.64 هيديني 200 يعني 128.94 و 492. تمام يعني ده لحد 191 ده يعتبر البرودكاست ف 190 ده يعتبر الاخر افيلبل اي بي في الرينج ده. وبعدين هعمل هنا 26 الاكسكلودد من اول 129 لحد 172.16.138 اها طيب اي بي الراوتر 0.129 ودوس اد ونكست اها ماشي 192.168.0.3 ماشي ماشي الوينز هنا عندي 02 وهنا 03 اد اوكي نيكست 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 فينش عظيم. بعدين هروح تاني نيو سكوب نيكست هوست النيم اتش ار ديبارتمنت اتش ار ديبارت ديبارتمنت لا مكتوبة غلط دي تمام اتشون ديبارتمنت اها و 192.16.0.193 16 دوت مفترض 200.064 تمام و 128 انا عايز ابص على توزيعات الاي بي هات ها 128 200 128 64 في جزئية هنا المفترض اصلا لو انا جبت كده الكالكوليتر جمعت كده 128 زائد 64 كانكريمنت هديني 192 يعني مفترض في طب ماشي 224 دي لو جيت جمعت عليها 64 اعتقد يعني الايه البول بس بتاعت الايه فيلان 40 فيها مشكله يعني 224 زائد 64 لا ده كده في حاجه غلط يعني المفترض فيلان 40 دي تمام تكون طيب لو انا جيت قلت مثلا 192 تمام يعني في هنا زيرو ال 26 ده 64 زيرو 64 ماشي 64 و 64 كمان 128 128 و 64 برضو هيديني 192 هنا مش 224 192 اها اعتقد يعني ال 28 مفترض يقسم السبنت ماسك ليه 2 سبنت ما دو 2 سبنتس ال 64 مفترض كده ايه كده اعتقد صح يعني انا جيت جمعت 192 زائد ال 64 هيديني المفترض 256 طيب فده الرينج ده المفترض بس ايه يتصلح. وبعدين هروح لراوتر ديباجز راوتر ابص كده شو اي بي انترفيس شو اي شو رن شو رن انترفيس بس تنازل يوصل 0.40 انا عايز ابص كده وانا ايه مديله كام 225 تمام طيب لا انا عايز اغير الاي بي ده بقى كونفتي فاصل تنزيوس ل 0.40 اي بي اد 172 16 0 193 لا 193 اها 192 عظيم. انا طبعا بصوا ادركت الحته دي يا جماعه من الاخر كده انا لقيت بصوا يعني انا هقول لكم حاجه سلاش 25 يعني سلاش 24 بيديك ايه 256 اي بي سلاش 25 بيديك نص ال 256 سلاش 26 بيديك ربع ال 256 يعني من الاخر سلاش 26 بيقسم لك اي نتورك اي بي كانت على سلاش 24 بيقسمها لك لاربع تربع تمام. فانا اما لقيت في 200 يعني اللي بعد 128 224 قلت ايه ده هو 224 ده المفترض اما اجمعه اجمع عليه 64 الانكريمنت بتاعي 64
اللي هو الرقم المقابل البوزيشن نمبر مقابل لاكبر واحد او الواحد رقم 26 قبل 64. فال 224 زائد 64 يديني 288، المفترض كان يديني 256. اوكي، فهنا ادركت ليه 224 اللي انا كنت حاططها دي كانت ايه، خطا من عندي. تمام. طيب ارجع الويندوز سيرفر تاني. ده بقى هنا ايه، هنا بقى ايه 192 لحد 102. لا مش 202 بقى هنا 254 الرينج. تمام. بعدين ايه بقى اوكي سلاش 26 ها اكسكلود 192.16.0.3.0. عايزك مش عايزك توزع من اول 193 لحد 202، يعني استثني اول 10 اي بيات. هات اي بي الراوتر 193 لا دوس اد وبعدين نيكست. الاي بي دي ان اس هو طبعا حط نفسه لان السيرفر ده اصلا عليه دي ان اس. اوكي دي ان اس سيرفر، حط نفسه ك برايمري. تمام، يعني خلي بالكم ان الاي بيين دول هم اللي هيخشوا في خانه الدي البرايمري دي ان اس والالترنت دي ان اس على اي بي سي ياخد اي بي من الايه السيرفر هنا. تمام، فهو حط نفسه وبعدين انا هحط بقى 03 مع معايا برضو. تمام، بحيث اشتغل ده الترنت نكست 100. الوينز بقى هيكون 192.168.0.2 اد وبعدين 192.168.0.3 اد وبعدين اكتيفيت سكوب ناو. فانا عظيم عظيم عظيم. طيب فاضل بقى هنا جزئيه ايه، جزئيه الاوثرايزيشن. انا يعتبر كده خلصت الايه الكونفيجريشن هنا. تمام، كونفيجريشن كومبليتد فور سيرفر. تمام، following steps are performed to complete the DHCP server. الدومين جويند، هو مفترض جويند على الدومين اوريدي. يوزر كريدنشال كامر يقول لك the authorization of DHCP server failed with error 20079. The specified servers are already present in the directory servers. But the DHCP server is not authorized by ADDS. It can't respond to DHCP request. تمام تمام. هو يعتبر كده الدنيا اصلا كده شغالة معايا تمام التمام. هو بيقول لي اصلا ان هو دخل في، هو مش محتاج يتعمل له اوثرايز اصلا. عظيم عظيم، حلو قوي. طيب انا يعتبر خلصت البيزك على السيرفر 1، فاضل بس الجروب بوليسي. بس الجروب بوليسي كده هعملها في الاخر خالص. تعالوا انا دلوقتي هبدا اضيف الرول بتاعت الايه الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيس والدي اتش سي بي والقصه دي كلها زي ما انا عملت في سيرفر 1. فالمفترض اروح ايه لسيرفر ايه 2، ده الكلام ده لازم اعمله على سيرفر 2 برضو، عايز اعمله كباك اب. بس انا ممكن ما اخشش بقى على سيرفر 2 فيزيكلي، لا انا هروح على اد اذر سيرفرز تو مانج. تمام، اكتب النيم ده، فايده بقى ان انا حددت النيم او كتبت النيم بتاع ايه سيرفر وين سيرفر سيرفر 2. بيقول نوت فاوند. طيب نوت فاوند ليه بقى؟ تعالوا نبص هنا. لا يكون ال في بورت سكيورتي نفس العيب اللي كان هنا، لا يكون هو اللي هنا على اكسس 1. تعالوا نبص كده اكسس 1. تمام، شو اي بي انترفيس بريف. ماشي اوكي. القصه بقى هنا وانس لزيرو. تمام التمام. طيب يبقى كده في مشكله هنا، وانا انا مفترض عملت الكونفيجريشن بتاعت الاي بي على سيرفر 2. 1 ماشي هنا 1 2 3 اد خش على نتورك شيرنج سنتر ايثرنت زيرو ديتيل
ديتيلز ماشي 192.0.3 يا ناس. اها ما الدنيا مفترض تمام التمام اهو. طيب تعالوا كده نعمل لا مش سيرش، تعالوا نعمل بينج سي ام دي، بينج على السيرفر التاني اللي هو 02 اهو بيبنج معايا اهو. طيب مفترض هنا يعمل فايند ناو. اوكي تمام. طيب انا طيب تعال نيجي كده نبص فيه او نكتب دومين. طيب ممكن نكتب هنا الايه الاي بي، لا مش دي ناس انا الدايركتوري. عظيم. طيب هو من الاخر كده لازم الاول ادخل الايه السيرفر ده على انا الدومين الاول، وبعدين اعمل ريموت كنترول عليه. من يعني انا يا جماعه اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اريموت كنترول، يعني اتحكم بسيرفر 2 ريموتلي عن طريق سيرفر 1، بان انا اعمل اد سيرفر هنا. يعني هنا السيرفر مانجر هيتيح لي التحكم بسيرفر 1 اوريدي لانه فيزيكلي عليه، وكذلك مع على سيرفر 2. لكن هو بيقول لي دخل النيم. طب انا مش هقدر ادخل النيم، يعني دخلت النيم مش هيجيبه، لان محتاج ادخل سيرفر 2 ادخله في الدومين. تمام. طب فانا هدخله دلوقتي في الدومين، تشينج سيتنج تشينج ودومين هنا debugs-eg.com وهدوس اوكي. الكريدنشلز بتاعتي ادمنستريتور اها ده تبقى بيعمل عمليه تحقق اوثنتيكيشن من الايه الكريدنشال اللي انا لسه مدخلها. هو ويلكم تو debugs-eg.com دومين، هو يعتبر كده السيرفر دخل. لا بلاش نعمل كده ريستارت ليتر، ممكن كده ندور تاني. ها سيرفر 2012-1 اهو قفشوا. تمام اها ادوس اوكي. عظيم جدا جدا جدا. طيب اروح اجيب بقى اروح على all servers. ما ضافش دوت 3 عنده، المفترض يضيف بقى دوت 3. طيب نعمل مره ثانيه اللي هو 192.168.0.3 اللي هو سيرفر ايه سيرفر 2 سيرفر 2012-2 فايند ناو. عظيم. ريفرش فيلد مور The early configuration refresh failed with the following error: the metadata failed to be retrieved from the server due to following error. The WinRM client can't process the request because the server name can't be resolved. طيب تعالوا نرستر، وطالما مش عارف يعمل resolve هو لازم كده ايه نرستره. Restored guest. تمام. اديني دلوقتي اهو ريستارت سيرفر 2. تعالوا بقى نرجع لسيرفر 1، اعمل برضو نفس المحاوله مره ثانيه. other servers to manage zero لا سيرفر 2012-2 find now. مش تمام. بعدين نروح على all servers اهو. طيب نعمل بقى ايه start performance counters عشان بقى ايه لو اي مشكلة حصلت عندي في السيرفر يعني يبلغني على طول، وبرضو اعمل على local server start performance counters. تمام عظيم جدا. اروح على
عليه بقى هنا على سيرفر وين سيرفر 2012 داش 2 اللي هو سيرفر 2 اد رولز اند فيتشرز. يعني ده بيوازي يا جماعه ان انا رحت على سيرفر 2 عملت مانج اد رولز اند فيتشرز او جبته من هنا. لا انا بعمله ريموت بقى، محتاجش انا اروح للسيرفر برجلي. تمام اهو تمام. هسطب الرولز اند فيتشرز على 03 اللي هو سيرفر 2012 داش 2. خلينا مستنيين اهو. Active Directory Domain Domain Services و DHCP Server. Next و Restart the Destination Server Automatically if required install. ونستنى بقى لحد ما يخلص. دلوقتي هو خلص اهو الفيتشر انستاليشن. نروح بقى الى النوتيفيكيشنز. بيقول لي بروموت ذا سيرفر تو دومين كنترول. تمام مش عليها. ديبلويمنت كونفيجريشن اهو. لو انتوا لاحظتوا كاتب هنا في التارجت سيرفر ايه؟ سيرفر 2012-2.debugs-eg. يعني انا دلوقتي بعمل رول من سيرفر على سيرفر 2012-2. خلي بالكو انا على سيرفر 1 اصلا وبسطه بسيرفر 2 ريموتلي. ده بفضل خاصيه ايه؟ دي بفضل خاصيه السيرفر جروب او add other servers to manage. تمام. طيب نرجع تاني. استنى بقى ايه اعمل ريفرش. تمام. اد دومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين. انا مش هعمل اد نيو فورست، ده انا هضيف الدومين كنترولر. يعني انا هعمل دومين كنترولر التاني على الاكزيستنج دومين اللي هو ده، وهضيف الحط باك الكريدنشالز بتاعتي هنا. هحط اكونت الادمنستريتور بتاع الدومين. خلي بالكم مش الاكونت بتاع سيرفر 2012-2 مش سيرفر 2. تمام. رسينا نيكست. فيريفيكيشن كانت اكسس. ايرور از يوزر نيم باسورد. ماشي ادمنستريتور. جوس انتر. الموضوع فعلا رخم جدا. يعني عشان كده انا ما بحبش اشتغل في تدريس اي حاجه ريليتد مايكروسوفت. تمام. انا ممكن اخلي على فكره الايه الدومين يعني او الباك اب دومين ده اخليه ريد اونلي. ريد اونلي يعني ايه؟ يعني من الاخر مش هيقدر يعمل تشينج على البرايمري دومين كنترولر. يعني انا بمنتهى البساطه لو انا مثلا جيت ضفت يوزر هنا، اليوزر ده مش هيسمع في الاكتف دايركتوري الا على اللي على سيرفر 1. اوكي. طب انا لا، انا مش عايز اخليه ريد اونلي، انا عايز اخليه مش عايز يعني انا عايز اخليه فول دومين كنترولر، بحيث ان انا ممكن لو ضفت يوزر هنا على سيرفر 2 يسمع في سيرفر 1 وبرده والعكس صحيح. طيب الباسورد اهو بتاعت الريستور نود بس انتر. تمام.
replicate from a replicate from server هي replicate ال الactive directory with domain configuration من server dash 2012-1 اللي هو server 1 ده بقى الايه ال extension الdirectories بتاعت الايه database folder واللوج والsysball. طبعا ده بيفيدوك في بيفيدوك جدا جدا في عملية التي شوت. next نعمل بقى ايه prerequisites check. هات يا جماعه انا عندي اهو الابلكيشن حصل والسيرفر ذا سيرفر سكسسفلي كونفيجرز اند دومين كنترولر سيرفر 2012-2. تعالوا نبص عليه كده. لو انا دخلت كده على تولز يوزرز اند كمبيوترز تمام هو الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ديباجز داش اي جي دوت كوم. اها بصوا يا جماعه ديباجز ديبارتمنت اللي انا كريتها على سيرفر 1. طب تعالوا مثلا انا هنا هعمل مثلا هنا نيو او يو تمام هسميه اي حاجه هسميه ديباجز اي حاجه تمام اوكي اوكي تمام. تعالوا نبص على سيرفر 1 لو رحت كده على ايه active directory users and computers نستنى عليه شوية. بص كده على التاسك مانجر يعني مفترض برضو ما السي بي يو مش عالي خالص اهو. طيب باجي اعمل الريفرش لو انا جيت عملت كده سي ام دي بينج 03 دي باجز هي ظهرت. بصوا يا جماعه هو خد الابديت تمام خد الابديت من سيرفر 2. طيب لو انا جيت عملت هنا فيو ادفانسد فيتشرز وجيت على باجز ديبارتمنت وجيت لغيته بس الاول بروبرتيز اوبجكت بروتكت اوبجكت اعمل ديس سيلكت عليها وبعدين اقوم اعمل لها ديليت ادلتها. تعال نبص كده الناحيه الثانيه اللي هيحصل تمام. تعال نبص بقى على سيرفر 2 سيرفر 2 نعمل ريفرش داتا فروم ديباجز از نوت افيلبل فروم دومين كنترولر سيرفر 2012-2.debugs-eg.com بيكوز ذير از نو سوتش اوبجكت اون ذا سيرفر تراي اجين ليتر. هو عشان اتلغت خلاص بقى كده عملت ريفرش تمام. اعمل ريفرش على الدومين من بره هو اختفت اهي اختفت تمام كده. بقى في سينكرونايزيشن يا جماعه ما بين ايه التو دومين كنترولرز اللي قدامي. طيب تعال نرجع سيرفر 1 انا بقى ايه بمانج سيرفر سيرفر 2 ثرو سيرفر 1 جيب النوتيفيكيشن هنا اجيب كومبليت اتش سي بي كونفيجريشن اوثورايز سيرفر داش 2 كومت دن دن تمام عظيم جدا. دلوقتي لو انا رحت لسيرفر 2 وجيت جبت ال دي اتش سي بي حلو هلاقي ان انا عندي ال اي بي في 4 اوكي تمام اي بي في 4 مفيش سكوبس هنا مفيش سكوبس هنا صح ولا لا؟ طيب كلام جميل انا مش هكرر السكوبس مره ثانيه انا كل اللي هعمله هروح دي اتش سي بي على سيرفر 1
وبعدين اجيب على IPv4 كليك يمين configure failover تمام هيك هي ايه هي replicate الاسكوبس اللي قدامي دي next البارتنر سيرفر ايه سيرفر 2012-2 نستنى شوية عظيم validating partner server configuration عظيم الريليشن شيب نيم اي اسم انت سميه زي ما انت عايز المود هتعمله لود بالانس ولا هوت ستاند باي هوت ستاند باي يعني واحد يشتغل والتاني لا تمام هوت ستاند باي كومبليكيشن رول وبارتنر سيرفر بارتنر سيرفر هيشتغل كستاند باي ولا اكتف طب انا عايز اخليهم لود بالانس يعني الستاند باي واحد هيشتغل اكتف والتاني يشتغل ايه ستاند باي لي هيشتغل باك اب لي بحيث الاكتف لو عطل الستاند باي يسد مكانه بس انا عايز اعمله لود بالانس اللوكال سيرفر 50-50 ممكن انت تعدل في النسبه زي ما انت عايز تمام انا مش هانيبل المسج اوثنتيكيشن ممكن نعمل هنا مسج اوثنتيكيشن بس انا مش هعملها فانش add scopes in progress عظيم 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 configuring payover successful successful تعال نروح للسيرفر هنا نعمل refresh اهو الscopes اهي كلام جميل بعدين configuration required المفترض عملت الauthorization من الناحية التانية بس ماشي نعملها هنا كمان اها ماشي completed تمام نروح كده ل DHCP مره تانية او هو هنا اهو هو refresh اجيب هنا سيرفر 2012 كليك يمين authorize Already parent the specified servers are already present in the directory servers. طيب تمام عظيم طيب كده رحت ماشي انا اعتبر كده عندي الدنيا لا بس المفترض المفترض يكون عامل عليه علامة صح كده بس في مشكلة specified servers are already in parent zone تمام طيب تعالوا نجرب بس ايه تعالوا نجرب ان ايه نخلي جهاز كده ايه ياخد اي بي نشغل جهاز الاي تي هنا تمام اعمل ريفرش برضو على السيرفيسز وسيرفر 2 طيب تمام دوس هنا ارت كنترول ديليت اخش باكونت اللوكال بتاعي احمد رافت 123 باسورد 123 بس اعمل كده الاوبشنز و اي تي ديس كمبيوتر تمام اوكي طيب هروح ستارت او ممكن كده ماي نتورك بليسز كليك يمين بروبرتيز
اهو بصوا يا جماعة، هو خد اي بي اهو، الجهاز هنا خد اي بي اهو. خد الاي بي منين بقى؟ دي اتش بي سيرفر بتاعه حدد ان الدي اتش سي بي سيرفر هو 172.16.0.1 تمام. بس 172.16.0.1 ده اللي هو المفترض الراوتر، اوكي. بس هو مش ال بس هو مش الراوتر، هو المفترض ال 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 السيرفر 1، الاي بي بتاع سيرفر 1. طيب انا كده بص كده على الراوتر، بس بدو اتاكد ان مفيش اصلا دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر دوش ران. اها مفيش دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر خالص، تمام، عظيم جدا. ممكن اعمل كده ايه جزئيه، لو انا جيت عملت كده كليك يمين ستارت كابتشر ديبوجز راوتر دوس اوكي، هعمل كابتشر بالواير شارك تمام، و هقفل بس هنا الفاير وول بتاع البي سي عشان برضو ما يخنقش عليا في البنج. اها عظيم 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 تمام، وهعمل ديسيبل اوكي. ريمايند مي ليتر ام سكيب ذس فيرجن تمام. هعمل فلتر اي بي ادرس، فلتر للباكتس اللي فيها الاي بي 192.168.0.2 حلو قوي. دلوقتي هروح لجهاز الاي تي، هعمل برضو ريكوست مره ثانيه. تعالوا نبص كده ايه اللي هيحصل. دي اتش سي بي ديسكفر، دي اتش سي بي ديسكفر دي بتتبعت منين؟ من 172.16.172.16.01 تمام. فين الدي اتش سي بي؟ طيب نكبر الكابتشرز هنا، حلو تمام، ننزل مره ثانيه. طيب دي اتش سي بي، دي اتش سي بي اها، دي اتش سي بي ديسكفر من 172.16.01 الراوتر حول الباكت دي اتش سي بي ديسكفر بين بروت من برودكاست اليونيكاست، وبعدين 0.2 رد عليه باوفر، وبعدين الراوتر نيابه عن البي سي جهاز الاي تي بعد دي اتش بي ريكوست، وبعدين اك، وبعدين كده مفترض كده جهاز الاي تي خد اي بي تمام. عظيم جدا. وطبعا هو ظاهر لجهاز الاي جهاز الاي تي ان هو خد الدي اتش سي بي من مين؟ خده من الراوتر. طيب كلام جميل. لو انا رحت لجهاز الاي تي، رحت الكوماند برومبت وعملت بينج على الدومين كنترولر اهو اللي هو سيرفر 1. طب لو جيت عملت بينج على على سيرفر داش 2012-1 اها بينج 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 عليه، عمله ريزولف عن طريق الدي ان اس سيرفر بتاعه اللي هو سيرفر 2012-1 تمام. وبرده هنا هيبنج على 2 في مشكلة ولا ايه؟ طيب تعالوا نبص كده على الواير شارك، ممكن نعمل هنا داش تي تلاتة تمام. في اي سي ام بي جت الى 0.3، المفترض هي عدت الراوتر معديها لجوه، نو ريسبونس فاوند. طيب لو انا رحت لي في ريبلاي اهو، بدأ 0.3 يرد عليه تمام. عظيم. طيب كلام جميل. هخش بقى على الدومين بروبرتيز، كمبيوتر نيم تشينج الدومين، هنا عندي ديبجز داش اي جي دوت كوم تمام التمام حلو. بعدين هعمل لوج اوف، لوج اوف وادوس بقى ايه الت كنترول ال ديليت، اخش ب الدومين. طبعا لوج اون تو هنا هيظهر لي بقى الدومين ليست بتاعتي، وبيقول لي بليز ويت وايل دومين ليست از كرييتد.
debugs.gg. حلو. لا اليوزر نيم اي تي اي تي الباسورد الباسورد اهي can't connect to domain because down or لا ازاي طيب هات الباكس نسوي كم طيب تعالوا كده من جهاز السيرفر run theme دي بينج على 192.16.0.11 لا 0.11 هو بيبنج عليه اهو امال ايه المشكلة هنا wasn't found طيب تعالوا نخش باكونت الادمنستريتور 1 2 3 1 2 3 طيب نخش بالاكونت اللوكال بقى ونعمل ترابل شوت طيب نفك بقى الايه نجيب البنج كده ونبنج على 02 بيبنج اهو طيب نجرب بقى حل ان انا اعمل ريفرش كده هحطه في الورك جروب ده ورك جروب تمام بصوا بيقول لك enter the name and password of an account with permission to remove this computer from the domain administrator 3F captures كده على دوت 2 11 اهو ال LDAP تمام Welcome to work group تمام restart restart طيب ادي فتح اهو ده كنترول اون ديليت ماشي ون نم لوك ماشي 1 2 3 ندخله تاني بقى في الايه في الدومين لا لا مش نتورك اي دي change تمام domain debugs-gg.com ال administrator 1 2 3 تعالوا نجرب كده نعمله كده باكونت الاي تي اي تي 1 2 3 نجرب كده نشوف الكابتشرز domain name system query تمام نرجع مرة تانية كده نشوف الدنيا ادي البي سي اهو عمل join على الدومين تمام restart يلا عم restart نروح كده نفتح كده بالمرة جهاز السيلز والبي ار
وال HR طبعا كل منهم وكل واحد منهم في فيلان مختلفة. نجرب نخش باكونت الدومين. طيب هنا it@bank.com اهو الحمد لله الاي تي فتح. طيب ده جهاز البي ار جهاز الاتش ار. جهاز البي ار والاتش ار فتحه اهو. السيلز لسه بيشاور عقله. طيب البي ار كده تعالوا ندخله كده على الدومين. بس مبدئيا كان انا عايز الكمبيوتر نيم، عايز اغير الكمبيوتر نيم. هو متغير اهو البي ار. تمام دومين اخليه debugs-eg.com. تمام. طيب مش واخد اي بي ولا ايه؟ بص لا واخد اي بي، واخد اي بي في البول بتاعته كمان. لا في كده مشكلة لان اعتقد الاي بي ده مانيوال. مانيوالي كونفيجرد. طيب انا كنت المكنة دي كنت مديلها اي بي ستاتيك. طبعا انا عرفت ده من السبنت ماسك، مفترض السبنت ماسك بتاعت الفيلان بتاعته 255 255 255 192. طيب انا بقى ايه هشيل كل القصة دي كلها، خلي بقى ياخد اي بي. طيب جهاز السيلز نخش. طب ماشي جهاز السيلز نخش بالاكونت العادي. بي ار ها لسه بيعمل. لسه بيطلب بقى ايه؟ لسه بيطلب اي بي. نروح نبص كده على مش ملاحظ هنا اي دي اتش سي بي. طيب لو انا جيت عملت دو شو ران، المفترض جهاز البي ار ده ففيلان 30. بص كده كومبليكيشن فيلان 30 اهو، الهاي بي هيلبر اهو عظيم. طيب امال ايه المشكله بقى؟ هو دلوقتي مش عارف ياخد اي بي. جهاز البي ار عندي مش عارف ياخد اي بي. طيب نترابل شوت. جهاز البي ار فين؟ جهاز البي ار موجود هنا. المفترض على فيلان كام؟ المفترض على فيلان دي فيلان 5.
المفترض على فيلا الخمسة. طيب انا اسف في ام نت خمسة. طيب والمفترض زيرو سلاش 2 دي تكون اسايند على فيلان 30. طيب تعالى نروح ل اكسز كايرو اكسز 3، المفترض ابقى متصل على كايرو اكسز 3 تمام، وبعدين نعمل دو شو رن شو رن ايسان زيرو سلاش كام بقى زيرو سلاش 2 تمام. بص على زيرو سلاش 2 كده زيرو سلاش 2 انا ما دخلتش كونفيجريشن ولا ايه، ولا انا دخلت ثواني. بص يا جماعه انا دخلت الكونفيجريشن بتاعت زيرو سلاش 2 دخلتها بالغلط تحت 2 سلاش 0 اهو تمام. عظيم عظيم جدا. كونف تي انترفيس ايثرنت زيرو زيرو سلاش 2 بام بام تمام. ليكون بقى انا عملت الكلام ده تحت الاكسس 4 برضو دوشو اي بي دوشو ران برضو بصوا نفس اللخبطه كنترول سي تمام. انترفيس ايثرنت 0.2 سويتش ريبورت بورت سكيورتي ماكس 2 ماشي و3 برضو ظبطته. تعالوا نبص على 2 كده شو ران نفس القصه برضو زيرو سلاش 2 بالغلط دخلتها تحت 2 سلاش 0 ماشي. تشابه اسماء تشابه اسماء انتو زيرو سلاش 2 وادخل الكونفيجريشن سويتش باور بورت سكيورتي ماكس 2 اوكي. وفي برضو غلطه كده بسيطه انا عملتها هنا، لا ما فيش غلطه بسيطه ولا حاجه، هي فيلان 40 تمام. كنت فاكر ان انا واخدها كوب من اكسس 3 كان هيدخله بالغلط على فيلان 30. طيب تعالوا نجرب بقى هنا الراجل الطيب اللي مش عارف ياخد اي بي ده. انا كده عمال اتابع الكابتشرز ديش بي ديسكفر اوفر الحمد لله. المفترض كده جهاز البي ار خد تمام. طيب تعالوا نروح لجهاز الاتش ار خليه برضه هو الاخر ياخد اي بي ده مانيولي كونفيجر ده الاي بي اللي هو واخده الاتش ار. طيب تعالى بقى هنا ايه اديله جي سي بي تمام. عظيم خد اهو اي بي 139 حلو، لان انا عامل الاكسكلود ده من لحد 138. طيب ادخل بقى الراجل ده الراجل الطيب ده على الدومين. ندخل الراجل الطيب ده على الدومين طيب تشينج دومين debugs-eg.com انتر نبص على الكابتشرز دي الناس اهو جاي من فين اهو جاي في اهو جاي من registration ماشي من 139 اللي هو البي ار هيلقط ان شاء الله. نبص كده على السيلز برضو ايه ما خدش اي بي. تعالوا بقى نعمل كليك يمين لا ثواني كونكتد اهو كونكتد تمام. خد برضو اي بي في الرينج بتاعه خد 95 بس الاول بس انا عايز اشيل الفايروول عشان بس ما يعملوليش مشاكل في البينج والكونكتيفيتي. الراجل بتاع البي ار مش عايز يكونكت على الدومين. طيب تعالوا نعمل تي شوت بقى كوماند برومبت نجيب بينج على 192.0.2 اهو مفترض بيبنج عليه اهو debugs-eg.com. تعالى مره ثانيه كده اهو الحمد لله عمل كونكت. ادمنستريتور 123 @محمد طيب نبص على ده جهاز البي ار الاتش ار خد اي بي ندخل الاتش ار على الدومين وبرضو ندخل برضو السيلز على الدومين السيلز هو يعتبر دخل او داخل على الدومين. طب نعمل بقى ايه لوج اوف روح كده على اتش ار او دومين debugs-eg.com سيلز اهو تمام.
اي تي لا سيلز سيلز ات ايبجز داش جي دوت كوم 123 ات كانت كونكت تو دومين. طيب هحتاج كده ايه هدخله واطلعه في ادخله انا اسف اخرجه من الورك جروب وادخله اخرجه من الدومين وبعدين ادخله مره تانية. هتقول لي ليه يا باشمهندس بتعمل كده؟ لان انا كنت مسط انا كنت مدخل الاجهزه دي على دومين مختلف. انا كنت يعني انا كنت عامل سيرفر بس بنفس الدومين نيم سيرفر تاني خالص غير السيرفرين اللي قصادكم دول تمام. فطبعا انا في حاله ان انا ادخله على سيرفر اخر تمام بس بيحمل نفس الدومين نيم انا محتاج اطلعه من الدومين نيم القديم حتى ولو كان نفس الدومين نيم الجديد وادخله مره تانية تمام عشان يعمل ريفرش على مع الهاردوير انفورميشن بتاعت ويندوز سيرفر 2012-1 وكذلك داش 2. طيب اطلعه من الدومين ادخله في ورك جروب ورك مثلا. حلو البي ار دخل اها طيب ريستارت اعمل ريستارت يا سيدي وبعدين نروح للاتش ار. الاتش ار برضو مش عارف يكونكت. طيب نعمل مره تانيه. طيب قبل ما الكلام ده كله نعمل بينج ثواني ماشي نعمل بينج على يورو 2 الاتش ار اصلا مش عارف يبقى يعمل كونكت. طيب الاتش ار وصل على ايه اكسس 4. طيب تعالوا نبص على اكسس 4 سيرفيس بريف ماشي. طب لو جيت هنا جيت عملت بينج على 0.1 في بينج. طيب طيب هو المفترض اي كونفج. طيب بنعمل بينج على 172.16.0.193 هعمل بينج من الاتش ار على الديفولت جيت واي بتاعه. اوبا هو اصلا جهاز الاتش ار مش عارف يوصل لل الديفولت جيت واي. طيب هو الاتش ار وصل على اكسس 4. هو اكسس 4 اوريدي عارف يوصل ل 172.16.0.1 بس اللي هو ده الديفولت جيت واي بتاع فيلان 10. طيب هدي للاكسس 4 ده اي بي في فيلان 40 نعمل بينج لا اي بي اد 172.16.0 المفترض 192 نخلي ده مثلا 200 192 نو شوت. هعمل بينج بقى هنا على الاي بي بتاع الديفولت جيت واي على فيلان 40 ده سبب اللي انا اديته اي بي في فيلان 40 هو عمل بينج اهو لا اله الا الله. طيب يعني هو عمل بينج يعني اكسس 4 عمل بينج على الجيت واي لكن الاتش ار مش عارف. طب تعالى اجرب بينج من الاتش ار على اكسس 4 كده اللي هو 200 ده اصلا مش عارف يبقى ده اصلا مش بي بينج مش بي بينج. طيب هو الراجل الطيب ده واخد في ام نت كام؟ في ام نت 6. طيب هعمل كابتشر هنا تمام. ابص يعني في اي سي ام بي بيخش هنا ولا لا. اي سي ام بي نروح من الاتش ار نبينج مره ثانيه. ده الاتش ار اصلا ما بيطلعش اصلا اي سي ام بي باكيتس. طيب اعمل كابتشر من هنا على اللينك ده. ده بقى ايه الترابل شوت ارب هو هاز 192.16.0.193 عايز الايه
وجات له رد ان الاي بي ان الماك ادرس بتاع الراوتر اهو. طيب ماشي، يعني المفترض الدنيا كده المفترض ماشيه معاك تمام، يعني جيت عملت ارب داش ايه، مفيش ارب. الله، طيب تاني كده 200 في اي سي ام بي، مفيش اي سي ام بي. اه ده كده في مشكلة بقى في الـ في الجي ان اس 3 بقى. المفترض الراجل الطيب ده واصل على ايه؟ ده واصل على فيم نت كام؟ ده واصل على فيم نت 6. طيب والراجل ده على فيم نت كام؟ فيم نت 5. وده على فيم نت كام؟ فيم نت 4. وده على فيم نت كام؟ 3. طيب نبص على هنا 3 4 5 6. طيب الله، طيب هل طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن الفكره اصل الاي سي ام بي ما بتخشش هنا يا شباب، الاي سي ام بي هنا ما بتخشش، يعني انا جهاز اتش ار اصلا ما بيطلعش اي سي ام بي، ما بيطلعش كونكشن. طيب انا هجرب بقى ايه، يعني نقفل بقى الكلام ده كله، جرب كده اقفل كارت الشبكة افتحه مرة تانية. اهو بعد اتش سي بي ديسكفر وجات له اوفر كمان. بعد اتش سي ديسكفر وجاله اوفر وما استلمش الاوفر، ما بعتش اصلا ريكوست. طيب ممكن نعمل بقى الاتي، نعمل شوت داون. ممكن نعمل هنا شوت داون. اوكي و كنت ده سيفنج، اقفل الكابتشرز عندي. اوكي ممكن بقى نشيل اللينك ده، نشيل اللينك ده ونحطه مرة تانية. اعمل ريفرش بس على اليو دي بي لينكس الموجودة في الجي ان اس 3. بي ام نت كام؟ بي ام نت 6. طيب قبل ما الاتش ار يفتح ادخل البي ار، ادخله اهو بي ار دي بوكس داش اي جي دوت كوم. او ممكن يا جماعه ادخله كده، فاكرين النت بايوس دي بوكس داش اي جي بي ار 1 2 3. ممكن ادخله بالشكل ده. طيب السيلز هنا بيقول لي عايز تطلع من الدومين، ماشي دخل الكريدنشلز ادمنستريتور. نفتح الراجل تاني الدنيا اهو. بروبرتيز مجهز الاتش ار، مجهز البي ار عوق اهو معايا. هو ده فايده بقى يا شباب، يعني ايه التشالنجنج لاب ده، لا المشاكل اللي هي بتظهر قصادنا ازاي. انا يعني انا بعرض طريقه او اسلوب تفكيري في حل المشكله. تمام الراجل ده مش عايز يفتح ليه؟ البي ار دخل اهو على الدومين، عظيم دخل اهو على الدومين بيسيت اب البرسونالايزد سيتنجز. هديك جروب بوليسي دلوقتي انفخك بيها. كنا نعمل كده ريفرش.
هي يا سيدي خدت اي بي ولا ايه؟ خدت اي بي ماشي. كوماند برومبت بينج دوت دي اي لا دوت 172 دوت 16 0 193 في مشكلة في ال في حاجة غريبة في الموضوع ده. طيب نعمل كده ريبير. اي سي ام بي مرة تانية اهو. هو هاز مش عارف ما بيخزنش عنده في الارب كاش. هو ما بيخزنش الايه الماك ادرس عنده اصلا في الايه في الارب كاش. طيب ثواني انا ممكن بس ايه هو الماك ادرس هنا كام؟ 6 اي. طيب لان انا اصلا عامل كلوننج من المكنة التاني. طيب تعالى بص على جهاز البي ار ده، بص على الماك ادرس بتاعه. هتقول لي يا باشمهندس ايه الكلوننج ده؟ الكلوننج ده ان اكبر الايه المكنه، ودي الطريقه دي انا شرحتها في ايه، وده اخره 6 اي 2 اف 6 اي وده 2 اف 6 اي. هم عشان الجهازين دول ليهم نفس الماك ادرس عامل لي اللخبطه دي، لا اله الا الله. طيب هتقول لي هحل ازاي ده يا باشمهندس؟ اقول لك بمنتهى البساطه، روح سيتنجز تمام، ولو كبير المكنه كبيرها بالماك ادرس بتاعها، هات ادفانس وبوم ادي جنريت كده، خد لك ماك ادرس تمام عظيم. بعدين نعمل ريستارت. طيب جهاز السيل دخل في الورك جروب. طيب نرستر جهاز السيل. انا عندي البي ار والاي تي دخلوا الحمد لله اهو، دخلوا جاهزين وتمام التمام. نشوف ايه جهاز الاتش ار ولا البي ار اللي هيسبق. طبعا بقى بصوا يا شباب، انا هنا انا داخل باكونت صلاحيه يوزر، يعني ده صلاحيه يوزر مش ادمنستريتور. يعني على سبيل المثال اذا كنت انا عايز اروح الكنترول بانل وعايز بقى ايه ادي اي بيهات والقصه دي كلها، انا مش هعرف اعمل القصه دي كلها. لو انا مثلا بصوا كليك يمين بصوا ديسيبل وريبير والقصه دي وبروبرتيز، يعني بروبرتيز هتقول لي ما انا الله، طب انا البروبرتيز دي ممكن اهو اغير منها الاي بي. بقول لك طيب تعالى كده بص، اكتب بروبرتيز تمام. بص جايب لك فين في الرساله، some of the controls on this property sheet are disabled because you don't have the sufficient privileges، ما عندكش الصلاحيه الكافيه to access or change them. انا جيت مثلا على اي بي ده اها مفيش، بصوا اها اهو الاي بي بروبرتيز كله جراي disabled بالنسبة لك انت صلاحية يوجر. طيب بالمناسبة في الجروب بوليسي بقى، القوانين اللي انا عايز افرضها على الايه على الاجهزة دي، عايز امنعهم ان هم يخشوا على الكنترول بانل. انا الراجل بص بخش على الكنترول بانل زي الادمنستريتور، لا انا مش عايزك تخش على الكنترول بانل، مش عايزك تعرف تشينج مثلا ديسكتوب. اوكي مش عايزك مثلا تعالى كده على الديسكتوب ونعمل كاستمايز، ننزل الايكونز تمام. مش عايزك اول ما تخش على ماي كمبيوتر تلاقي الدي في دي، مش عايزك تلاقيه تمام. طيب فدي حاجات ايه في الرولز احنا نعملها. بس انا مستني بس ايه يا جماعه، ان انا وانس بس ادخل الايه الاجهزه كلها على الدومين. انا بس دخلت جهازين، فاضل بقى ايه جهازين تانيين. طيب السيلز اها طيب 1 2 3 اوكي 1 2 3 اها ايه الاتش ار ماله؟ الاتش ار مش عارف ياخد اي بي. طيب status disable
طبعا لازم يكون عندك صبر في التيشوت. هون دي اتش سي بي ديسكفر، دي اتش سي بي ديسكفر. اوه شت، تمام. هو بس عشان غيرت الماك ادرس فعمل فيوليشن. طيب اوكي، 2 سلاش 0، لا 0 سلاش 2. شت نو شت، تمام. هو حتى بصوا يا جماعه، قبل ما اعمل شط ونشط هو اصلا قومه على طول، قوم البورت ليه؟ اتمبتنج تو ريكفر، عشان انا مفعل الاوتو ريكفري هنا. اوكي فهروح هنا للراجل الطيب ده، ارجع هنا هنا. عايزك بقى تبعت ديتش سي بي ديسكفر مره ثانيه، ديسيبل انيبل. ايه الدنيا دي اتش سي بي ديسكفر؟ طيب تاني كده، برضو قفل ال هو عشان انا عملت ستيكي، دو شو ران انترفيس 0 سلاش 2. طيب انا الستيكي ده انا ممكن اعمل ايه؟ نو سويتش انترف، ماشي نو سويتش بورت، ما بورت سكيورتي، ماك ستيكي ستيكي يو شو ران ستيكي ستيكي ستيكي، تمام. تو بعدين ارجعه مره ثانيه، ستيكي يو شو ران يو سلاش 2. عظيم. طبعا هو سجل الماك ادرس ده بتاع الايثر نت سويتش اللي على ايه، الجي ان اس 3 اللي هو ده، تمام. طيب مرة تانية بقى، ديسيبل انيبل. ننتظر الدي اتش تي بي ديسكفر يظهر، اهو اوفر، اهو اك. عظيم 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 عظيم، حلو. دلوقتي اجرب بينج مين زيرو دو... لا 172 دوت 16 زيرو 193. الله يا سلام، تمام. طيب هدخل الراجل ده على الدومين debugs-eg.com. administrator 1 2 3 8. طيب والسيلز برضو ادخله، السيلز عمل الريستارت بتاعه وادخله برضو على الدومين debugs-eg.com. ويلكم تو ديبجز، تمام. عاش، حلو. راستر يا سيدي، الاتش ار دخل، فاضل لنا السيلز. لا اله الا الله، السيلز برضو نفس القصه. نبص كده على الماك ادرس بتاعه، لا اف 5 تمام، مختلف. نقدر نعمل بينج على 02 بيعمل بينج. طيب يبقى نجرب نعمل اوكي مره ثانيه. couldn't be found، couldn't be contacted. ليه؟ طيب نخش على my network places assigned by DHCP، ماشي details هون 0.2. ما الدنيا متظبطه اهي، ايه المشكله؟ مره ثانيه كده، computer name change domain debugs-eg.com. 1 2 3 8.
تمام الحمد لله. يلا راستر اتش ار ده دخله ادخل اتش ار 1 2 1 2 3 at system academic are correct. اوكي طيب الدومين اهو 1 2 3. دخل يا سيدي دخل اليوزر نيم والباسورد والسيرز اهو بيرستر والبي ار عندي تمام التمام اهو دخل والاي تي اصلا كده كده دخل. اجرب بينج مثلا من البي ار الى ال من البي ار الى الاي تي كده سي ام دي بينج 172 بينج اها 172.16.0.11 ده الاي تي. بصوا البي ار الجهاز البي ار عارف يبينج اهو على جهاز الاي تي وده فيلان وده فيلان ودخلتهم بالاكونتات بتاعتهم مع الدومين كنترولر. تمام انا يلا بليز ويت ماشي هذه اخرة اللي بشتغل على ويندوز مايكروسوفت. مش كده انا ماليش خلق خالص على شغل الادمنستريشن. انا فعلا ماليش خلق خالص على شغل الادمنستريشن. ودي بقاله ساعة اهو. طيب اتش ار الراجل ده لسه بيستخير ربنا عشان يخش. ادي جهاز السيلز اهو ام سيلز وننقل الديبجز. تمام 1 2 تمام انا يعتبر كده كل الاجهزه عندي دخلت اهو في الدومين. نبدا فاضل بقى الحاجه الاخيره ان احنا نعمل ايه الجروب بوليسي. نروح على ويندوز سيرفر 2012 1 ونجيب جروب بوليسي مانجمنت. الجروب بوليسي يا جماعه مش بيتطبق بير يوزر. تاني الجروب بوليسي مش بيتطبق بير يوزر, بيتطبق بير اورجانيزيشنال يونت. تمام يعني انا ما هعمل مجموعة قواعد فاطبقها على الorganizational unit. طيب تعالوا نعمل مثلا ايه حاجة كده. انا مثلا هعمل policy على بتوع ال HR. اوكي انا هوريك البوليسي. يعني بصوا لو انا عملت بوليسي ان انا مثلا هقفل الكنترول بانل وربطتها بالاو يو بتاعت الاتش ار هتطبق على اليوزرز اللي جوه الكونتينر او الاو يو بتاعت الاتش بتاع الاتش ار. طيب ولكن لو انا خليت البوليسي دي ربطتها بالاورجانيزيشن يونت اسمها دي باجز فهتطبق على الاو يوز اللي تحتها الاتش ار والاي تي والبي ار والسيلز. كل او يو هيطبقها في اليوزرز اللي تحته. تمام طيب ده كلام جميل. فده بيسموه الانهيرتنس. انا ممكن الغي على فكره الانهيرتنس ده, ممكن اعدل فيه بس ده الديفولت. ده الايه الديفولت. طيب انا هعمل كنترول هعمل جروب بوليسي كليك يمين هنا create a GPO I link it here. تمام هسميه debugs general policy. انا اول مرة اتعلم انجليزي ولا ايه policy. تمام وبعدين ندوس ok البوليسي كليك يمين عليها edit. عظيم حلو
كمبيوتر كونفيجريشن يوزر كونفيجريشن، ايه الفرق ما بينهم؟ بصوا شباب، يعني لو انا روحت الاكتف دايركتوري يوزرز ان كمبيوترز، انا هلاقي في الكمبيوترز هنا الايه الاجهزه اللي دخلت اهي على الايه على الاجهزه اللي دخلت على الدومين عندي، تمام؟ يعني لو جيت دخلت على البي ار هات الاوبريتنج سيستم، يقول لك بص الاوبريتنج سيستم بتاعه اكس بي، تمام؟ دي الكمبيوترز اللي دخلت عندي. طيب ده اوبجكت، ده اوبجكت متعرف لدى الاكتف دايركتوري زي يعني حاجه زي اليوزر، يعني اليوزر ده يعتبر اوبجكت، تمام؟ الاوبجكت ده بستخدمه في ايه؟ ان انا اللوجن على ايه؟ كمبيوتر، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. فانا البوليسي اللي هعملها من الكمبيوتر كونفيجريشن دي هتطبق على الكمبيوتر، تمام؟ باي يوزر هيخش عليها. طب بس ايه، خلي بالك ان هو طالما جوه الايه نفس الاو يو. طيب انا هخش على اليوزر كونفيجريشن، انا عايز مثلا ايه، طبعا خلي بالكو انا عايز دلوقتي اقفل مثلا الكنترول بانل، ف هخش هنا لا في الويندوز سيتنجز. طبعا الموضوع الجروب بوليسي دي محتاجه ايه حفظ شويه يا جماعه، في اماكن الادمنستريتيف تمبلتس انا ما اعتقد، اهو كنترول بانل اهو، اولويز اوبن اول كنترول بانل ايتمز، لا سبيسيفايد كنترول بانل ايتمز، ده لا لا مش ده، ها بروهيبت اكسس تو كنترول بانل ان بي سي سيتنجز اهو، هعمل انيبل، وممكن اكتب كومنت هنا، اكتب يعني كومنت يعني حاجه كده، يعني اي تكست حاجه يفكرك هو ده اصلا انا عامله عشان يتطبق على مين. طيب انا كده عملت انيبل للبوليسي دي، طيب او الرول دي، اروح للديسك توب بروهيبت يوزرز، ممكن اعمل ايه هايد انترنت اكسبلورر ايكون اون ديسكتوب، هو كده كده اعتقد يعني الانترنت اكسبلورر مش ظاهر عندي على ديسكتوب هنا، او ممكن هو يقصد اللي هو في الستارت. طيب ممكن انا دلوقتي بقى عايز اقفل مثلا تشينج الديسكتوب اصلا، ريموف ديسكتوب لا، طيب هنا الديسكتوب لو جيت دخلت هنا desktop wallpaper the setting lets you specify the wallpaper in users desktop and prevent users from changing the image or its presentation. طيب هنا دي نعملها ممكن هنا بقى احط اعتقد لا بس تقريبا مش هي دي، مش هي دي، نخش كده برضو من بره كده نكمل prohibit adjusting desktop toolbars ممكن اعمل دي و انا تقريبا هنا ببحث في المنطقه الغلطيه في تقريبا control panel personalization prevent change screen saver، تمام edit enable apply key prevent changing desktop icons، تمام desktop icons برضو edit ولا كده ايه enable و apply اوكي و دلوقتي فين الوالبيبر prevent changing desktop ماشي prevent changing desktop background هو ده اها كده مش هيقدر بقى يغير الايه desktop background و فاضل بقى البوليسي بتاعت اللي انا اخفي السي دي روم انا مرجحش خلي بالكوا يا جماعه ان انتوا ان انت وانت بتشتغل تقفل اليو اس بي بورتس، مرجحش ان انت ممكن تلاقي عندك اجهزه بتستعمل يو اس بي ماوس ويو اس بي كيبوردز، تمام لا مش عايز الدرايف مابس دي، ديفايسز هنا ديفايسز كليك يمين نيو ديفايس و
اختار بقى الديفايس سي جي روم. فين سي دي دي في دي روم؟ تمام. سيلكت اها يوز ذيس ديفايس. لا دونت يوز ذيس ديفايس. ابلاي. اوكي حلو. هكتفي بقى ايه بهذا القدر. فاضل بقى ان انا اطبق البوليسي دي. اطبق البوليسي دي ازاي؟ فانا هروح هنا مثلا لو انا جيت دخلت على مثلا اكاونت الايه الاتش ار بيخش عادي جدا على الكنترول بانل البروبرتيز. اقدر اجيب الديسكتوب بتشيك كاستمايز ديسكتوب. ممكن اعمل اغير الديسكتوب بتاعتي. انا بقى ايه لحد دلوقتي ما اتطبقتش. طب انا عشان اطبق الجروب بوليسي دي بقى اعمل افتح افتح الرن سي ام دي جي بي ابديت جي بي ابديت. اها دلوقتي بقى هيعمل ايه ريفرش دي الجروب بوليسي. تعالوا كده نفتح الكنترول بانل. تمام. بصوا دلوقتي بفتح الكنترول بانل يقول لي the operation has been cancelled due to restrictions on effect on this computer. Please contact your system administrator. تمام. طيب اجرب روبرتس. بصوا مش هيجيب لي اي حاجة دلوقتي خلاص. طيب لو جيت جربت اخش على الماي كمبيوتر. حلو. السي روم. ايه اخباره؟ هنبص كده اول ما يفتح الماي كمبيوتر. سي دي روم لسه ما اختفاش. تمام. تعالوا كده طيب تعالوا كده نعمله من هنا الكنترول بانل ديفايسز. هنا من اعمله من الكمبيوتر كونفيجريشن سي دي روم. تمام. سي دي روم سيلكت درايفز. تمام. اوكي حلو. بعدين اروح على اتش ار جي بي ابديت. لسه بيعمل ريفرش. اهو اختفت. تمام. اروح بقى على بي ار نفس القصة. اجيب command prompt جي بي ابديت وبرضو على السيلز برضو نفس القصة run. ممكن اعمل هنا كده جي بي ابديت كده من الرن على طول بدل ما افتح الكوماند برومت. run. هنا برضو جي بي ابديت. حلو. تمام. ال PR تمام. ال PR اهو لو جيت عملت مثلا properties. اها عظيم عظيم عظيم. لو جيت على ماي كمبيوتر هلاقي السي دي روم اختفت من هنا برضو. ها سيلز الاخبار نفس القصة. السي دي روم والاي تي نفس الحكاية. ها الحمد لله. يعتبر انا كده خلصت الاوبجكتيفز بتاعت الايه اللاب ده. وصلنا الحمد لله كده لاخر كام ثانيه في شرح السويتشنج. يعتبر احنا كده خلصنا السويتشنج وخلصنا تشالنجنج لاب بارت 1 وبارت 2. بفضل الله سبحانه وتعالى انهينا 37 محاضره من كورس السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. وباقي المحاضرات بقى ان شاء الله باذن الله
هنستكملها في شرح الراوت. البارت ده انا اهتميت بيه، يعني اهتميت ان هو يكون موجود، رغم ان ناس كتير حتى بتشرح في السي سي ان ام بتهتمش بحته ان انا عايز اعرف، انا عايز أعرف يعني انا يمكن ما شرحتلكش اكاديميكلي الكومبريشن اللي اتعملت على مايكروسوفت او الكلام ده كله، بس يعني انا شرحت لك الحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها، الحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها. لذلك لما انت تيجي تبص على الفيديو ده، انت راجل دلوقتي درست سي سي ان اي، اكيد مفيش مانع بقى ان انت تدرس، تحط في السي في بتاعك اللي انت عندك شويه بيزكس عن الجروب بوليسي، بيزكس عن الاكتيف دايركتوري، بيزكس عن الدي اتش سي بي، على ويند سيرفر، زي عمل فايل اوفر، الكلام ده كله. دي القصه، ان احنا بنحاول نجبر النيدز اللي محتاجها السوق بالنسبه انت شخص بتدرس سي سي ان اي، فانا بنحاول ان احنا نحطك على الطريق الصح، مش بتركيز بس على مايكروسوفت، مش تركيز على سيسكو بس، لا كمان بنبص على سوليوشنز ثانيه مايكروسوفت. يعني انا في الراوتنج باذن الله هدي في لابات في الفويس، هدي لاب في السكيورتي، القصه دي كلها هنهتم بالحاجات دي، هنهتم بالحاجات دي بحيث ان الكورس ده يطلع بافضل صوره ممكنه ويحقق اكبر استفاده ممكنه للطالب. انا يعتبر خلصت، اتمنى اكون اديت كويس في المحاضرات اللي فاتت، وبشكركم جدا 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 على تشجيعكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في محاضرات الراوتينج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.